يا صباحكم خير ونور سرور. سلام عليكم شباب. هلا 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 ابو سعيد. جود مورنينج مان. اقولكم اليوم البرنامج تقريبا يكاد ان يكون متلخبط فوق تحت. شو السبب؟ ايش قال القريب عدل؟ البرنامج على الله يحفظكم متلخبط لان نشينا مرقاد مخر. مفروض نصير الصبح اسرح جبرة السمك عندهم جبرة عالمية من اكبر اسماك في الكون موجود عندهم في طوكيو، واغلى انواع الاسماك واحسنها واجودها، وسوق الجملة عندهم يعني هو فيها زين. كان في خاطري يسير متواعد ويا رميثي وحليلة اساس اني يخطف علي الصبح الساعة 5 لازم، ويوم عدى الساعة 5 طرت لي مسج قال خالد ما فيه شر راسي. قلت له برايك ما رخوص عاد يسد البحكات دي شنون فيه اللي بيدخل فيه جيوغرافيك هام الامارات مكتوب فيه في مش مكتوب يعني يضيعون فيه طريقة بيع السمك وفحص الاسماك التونة الكبيرة هل واحدة ما ادري طن توزن يعني وايد اشياء غريبة عندهم في السوق. كان في خاطري والله سير غير الله يحفظكم. قلنا اليوم بنحضر الاحتفال مع السفارة الامارات في طوكيو، ما بيوحيلنا يعني شرق وغرب، وحين لازم نسوي تشيك اوت من الفندق، فمرة ما شيء وقت حق الموضوع هذا. وحين هيدا انا نزلنا بس اللي تريقنا وحين برد الفندق بنسوي الله يحفظكم التشيك اوت وبنسير جدا السفارة. هب السفارة وين الدعوة؟ شفت بيموتون على التصوير، بيموتون بنحضر الاحتفال اللي هم اللي بسوت لنا السفارة. زين وخلاف طالع عماركم بنسير برد هني بنحوط بنتمشى وعندك هدونك بنشوف اللي بنقدر نسويه يعني، لان بتم عندنا 5 ساعات وسليمان الله يحفظه بيسير بعد عنا طيارته قبلنا، ونحن طيارتنا خلاف الساعة 10 في الليل نحن الاقلاع وهو حينه الساعة 5 طيارته بيننا وبينه 5 ساعات. فيعني هو بيصير مطار ابو ظبي ونحن بنصير مطار دبي مع طيران الاتحاد ونحن طيران الامارات. شو اقول لكم؟ نحن هذا فندقنا اللي تشوفونه، هذا فندقنا وهذا الشارع مال اللي يسمونه الشانزليزيه مال طوكيو. هاي الدنيا كلها مطاعم، اشي جميل والله. ونحن ابدا يعني عباره في عين الماء، عين الماء في نص البلاد مره كل شيء تباع ذلك يعني، واللي بيسكن يسكن هالبقعه. فلذلك هالمنطقه وايد وايد فنانه يعني وامنه، والبلاد هيك كل يعني امنه كلها امان البلاد. شوفها دويخه صاروا يدخل هناك زربوا. شوفي يا سليمان، شوفي ولدك بحر ما بقى محشرنك عليه وقال لك ترى يدوخ، وقال باكر ما بدوخ ترى رد يدوخ. شوفي وهذا بعدي شو ترى يدوخ، لكن يوم شافني اصور رد. تدرون من اخرنا هذا الشخص بيسافر هنا بتسافر بتواي كل دقيقه بتواي. انا مروي من اخرهم. هات التليفون هات التليفون. وهي والله ها نسى جوازه شريته ها نادي جوازه فوق هذا هالمصك. يلا راس اقول كب ما شاء الله عليك. سكتك بيها سجل غير بلاته. لا وادي عبدولي ليش تعلق عليه؟ ليش تعلق؟ هو نسوي سوالف نحن ابوي شباب يعزل لك تعليق ولا ما بيعزل لك؟ نعم يعزل لك وانت الحبيب. نعم سوالف. لا وادي يقول ليش تعلق؟ ليش تعلق؟ ابوي علق عليهم يعلقون علي، شو المشكلة يعني؟ والله حد من العرب ليش مستلم الشباب؟ أنت مستلم؟ لا والله مستلم. كل سؤال. بعدت كذا؟ لا عادي سؤال محمد. لا تعلق، لا تعلق طعم بأدب وأخلاق. يا رك الله يا رك الله يا الله روحك. مخوتك يا أبو محمد ذهب. يا الله يحفظك. نعم ما شاء الله عليك. الله يسلمك. رزك ما شاء الله عليك رزة ولايتية شيء ولايتي تبارك الرحمن. لازم يكون ولايتي معك. يا الله يحفظك تبارك الرحمن. في خاطري أصور وياه. ما عزيز يا ابو محمد اصوره؟ ها؟ اصوره ولا يسدنا فيديو؟ كيف يعني الله يبارك فيه؟ لكن ما شاء الله قادي ماشي مصين عليه؟ يعني الله زين قادي انا ماشي عدالك. ها؟ قادي ماشي عدالك. لازم اخوي لازم. يعني الله يحفظك. الله يسلمك. مع السلامة يا سليمان، عمان لا سلم حبيبي سلم على الاهل. يعني الله يحفظك.
حليل طيب فنان وخير طيب ليت كله شراته. انا طال عمرك ما حد شراتي. اكيد 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 هذا ما يبالك يا لا لا يختلف في ذلك اثنان ولا شو رايك بطي؟ نعم ها حبيبي يا شو ظنك؟ مقود غير يا ابو محمد. خلني انا ما ارمس عن عمري انا ارمس عن الحبيب هذا. والله وايد اقول لك والله العظيم اكثر عن مسج جاني يقول شكلك شرات الملك فاروق. يا ليت اتمنى والله العظيم او انه يشابه شر الملك فاروق. اتمنى اكون ما ادري في المسلسل لو الصدق يطرون. لا ايش في شبه لي ترى؟ اي والله والله من الصدق تدري احد قال قبل؟ ايه احلى شيء فيك انك واثق من نفسك حبيبي تبارك الرحمن الله يحفظك ان شاء الله. يا ابوكم هل انت مرتبط؟ انا عندي مرتبط بمواعيد يعني افداك اقول لكم ترى يا جماعه الخير لازم اظهر وجهي. اقول لكم ابوي البلاد هاي ترى ما بماله يومين وثلاث ايام. طوكيو روحي يبالها 10 ايام. طوك ارمس انا الجماعه ما ارمسك حبيبي بطي. ما شاء الله عليك مره عاد انت ياسر لي على الصراط المستقيم. يا الله يحفظك يا بطي اشوفك حبيبي. حبيبي والله صباح الخير صباح النور ان شاء الله عليك. يا الله يحفظك الله يسلمك يبارك فيك ان شاء الله. الله يسلمك ما شاء الله موفق خير يا ابو محمد. زين اقول لكم ابوي ترى سيرة طوكيو روحها تبالها 10 ايام. بلاد من اكبر العواصم وكل شيء فيها زين وكل شيء فيها ونبى نتمشى ومليون شيء. شوفوا ها شوف اللاين طلع لكم اطول هاي تريون الباص وترى اللي تشوفونهم هاي متلثمين ما بجازين من العرب لا هم يحاتون عمارهم يجيبون البلل للناس يلبسون القناع هذا يحاتون يادون الناس اللي من غير هب جازين من الناس هم لا يحاتون انهم يادون العرب او ان يمرضونهم لان اذا فيهم شام ولا شياته يحاتون انهم هم ينقلون اليهد حق العرب اللي من غير في فدعت الله يا الامبراطور سامحنا البارحي هناك ابوي انت مقيل على الله يحفظك وانت سالم كان ودنا والله نسلم عليك يا غير ما شيء نصيب هذا عاد قصر البارحي ما شاء الله هاي يوم يقول قصر شداد بن عاد شداد باني قصر شداد باني قصير شداد باني قصر فوق راس الطير نسيت والله شو هم رمست هالصور بعد المرأة الدنيا والله كلها فنادق والولاد فنان ودريول نيسوعل ما شاء الله عليه يعني والدنيا مطرجة يعني الله يحفظكم شو يوم أقولكم كل فصل وتتكيف البلد بطقوسه شو الشيرة حين لونها أصفر هذا حين لون الخريف او لون الشتاء ما يندرى شو عندهم الحين شتاء بيكون شتاء الحين شتاء هذا شتاء اول شيء غادي يصفر مره وعقب يتحتحت وغادي يبدا نصلوب يوم بيعدي عاد الربيع هي بتيكم امه لا اله الا الله شو بالله عليكم منظرها ما زينه يا سلام سلم يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب تحفظنا تحفظ امه محمد اجمعين من كل شر ضر تحفظ يا ابو خالد هالبلاد من الزلازل يقول كبدا زلازلها ما توجد كافينا الشر يا الله يا رب تحفظنا ان شاء الله بلاد والله بلاد هاي ترى كلها فنادق يا غير نحن ابوي شرات اللي مشترى ليل وهاي فنادق فايف ستار من الغلاية نحن بندغنا ترى ما من الغلاية فور ستار وسعرهم وافج وزين وفي عين الماء لا ما الحين بخبرك الموضوعية بغتت لي مثل ملك الموت يوم يجيك بغته ما يشاور تبغاني اخبرك شو بسال؟ شو تونا نتكلم عن الحزام؟ اي نعم ليش انت ما قايسته البارحه يوم اخذت الحزام؟ قايسته زين قايسته مره ومرتين كان زين هي وقصيته زين وقص لي الزياده وسوي وقلنا اوكي زين وحينا يوم قايسته يوم اني بلبسه هي طلع كبير عود هي لان الخصر ما شاء الله فتر تبارك الرحمن خصر فتر يا ابوك انت بيطه كمبار ما تدور على بطنك الله يا ابو محمد يا ربي في خاطري اصدق يا ربي بس نزلت كم كيلو كل وين نزلت هني مستحيل من كثر ما ترمس يا ربي عاد ادري ان الوالدين بيقولوا حد يرمس اكثر عنك انت ادري والله ادري حاسبكم خاسره هالقريضه يا الله دوم تجيني تعليقاتك انا اسكت اسرتها واسكت مره لا حولي ولا قوه شيء طبيعي وصل متأخرين لكن الحمد لله وصلتنا ويا السفير العماني
هذا ابو الرياض نياد من هالعيد. شو اسمك عاده؟ احمد سيد النياد. والله والنعم. شو دراستك؟ كمبيوتر ساينس. كم ملك يعني في هالبلاد؟ 8 سنوات سفاره. 8 تبارك الرحمن. الحمد لله. انت ابوي؟ وانا بعد ال لا اسمك الشوحي. محمد ذباحي. والله والنعم. من هلا بخير انت؟ لا من كلب. والله والنعم. كم ملك تدرس؟ والله 7 8. لا اله الا الله. الحين ماجستير انا. سهل الله يبلغنا ان شاء الله خريجين مره وتلاقوا وياكم هنا. اول الله يحفظكم. البلاد هاي فنانه. يا سلام. اي والله وايد فنانه، لكن ما بمالت يومين وثلاثه. مالت يعني مده طويله. صحيح. ان شاء الله الله يرحمكم على فضله. يحفظكم ان شاء الله. هذا الحين سحب مسويين طيران الاتحاد مسويين سحب. للحضور يعني الحضور عاد على فكرة شو ما شاء الله أنا لا اول بعد قبل الصوره انت منو؟ انا طلال الشحن من راس الخيل. والله مليون مرحبا ولا يسلمك. موجود؟ لا كيف مش موجود؟ ما حصل دورناه قالوا من فيستيفال موجود. اي نعم موجود. وين بتشوف نص الامه هذه وين بتشوفونا؟ لا الله يحفظكم. انتوا طلاب؟ لا لا سياح ما شاء الله عليكم. انت ايش اسمك الجليل؟ والله احمد المبشر. والله والنعم. وانت ابوي؟ سعد يعقوب. والله والنعم. انت شيخي؟ محمد سعيد. والله والنعم. محمد سعيد. والله ما شاء الله عليكم. انت اخوان؟ اخوان. ما شاء الله عليكم. الله يحفظكم ان شاء الله. بارك فيكم. أبرك كم ساعة أشوفكم. زين البلاد هاي. زين وفنانة. وهل هناس طيبين. نعم. وما فيهم وحاشة. نعم. وسلسين. وخدومين. نعم. ست كلها ابتسامتنا. وصدود كلها حكومة لو على شو. أهم شيء يعني. مستر. هينو. مستر هينو. I hear about you a lot. Oh, thank you very much. Okay. Yeah. Could you let our followers to know about you? About me? Yes. Yeah, I am Shinjiro Hino, Japanese. I'm just 70 years old. MashaAllah alayk. I visited the first time in UAE. When? 1976. 1976? Yeah. I was 3 years old. Just 5 years passed after the establishment of the UAE. MashaAllah. You are the 5 years old? Yes. Oh, young boy. That time it was the oil crisis. And I visited your country with the Prime Minister Mr. Fukuda. MashaAllah. Yeah, and I saw they are here together with Sheikh Rashid of the ruler of Dubai. MashaAllah. Yeah, MashaAllah. I'm very lucky. Allah yarhamhum ajma'in. To be invited to them. MashaAllah. And very happy to meet you too. Thank you yeah. Very much. You stay in UAE. How many years you stay in UAE? 41 years. 40? One. 41? Yeah. All of them in Dubai or no, Dubai, I've been there 15 years. 15? Sponsored by Sheikh Saeed bin Hashar Al Maktoum. And now I am the special advisor of Sheikh Faisal bin Zakat Al Qasimi in the Gulf of Qayman. He is the Minister of Finance. MashaAllah, MashaAllah. I am a special advisor. So I've been there many times. But now mainly I stay in Japan. Now you have yeah. done? No, I didn't finish yet. MashaAllah, you're still in Dubai. I'm working for Russell Kema. MashaAllah, Russell Kema, very quiet place. You know and very good weather. Yes, my country. I know all our country. Wherever I come back to Russell Kema, I remember old Dubai or Abu Dhabi. You can see still that view. MashaAllah, MashaAllah. Yeah. Thank you very much. Welcome. Thank you. I want to see you again. MashaAllah, thank you very much. May I have your card? MashaAllah.
اخ سعود العماس من هالراس الخيمه، مساك الله بالخير. كيف حالك؟ كيف نورت اليابان الصراحه. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يخليك. كيف انت؟ الحمد لله تمام. تشرفنا نشوفك. والله شرفنا انك طالع. الله يسلمك. الله يخليك. من هالراس الخيمه؟ اي نعم، من رمس. من رمس؟ زادك فنان. الله يخليك، تسلم حبيبي. الى الله. تدرس الثاني؟ لا لا، انا هني مسؤول الطلاب، دبلوماسي. ما شاء الله، الله يحفظك ويبارك فيك. تسلم حبيبي. شوف طلابنا فنانين. لا لا، والنعم فيهم. ان شاء الله. يا رب ما خلاني ابي اصور معاك. شوفك مبسوط. الحمد لله بشوفك مبسوطين. لا الله يحفظك. لا وطلابنا هني شو اخبارهم؟ الحمد لله امورهم طيبه. كل طلابنا الحمد لله 60 هم تقريبا 67 طالب. انا جتني المعلومه البارحه ان 57 او 60. لا رميتي ما يعطيك المعلومات المضبوطه. مش دقيقة. لا لا مش دقيق رميتي. لا الله يحفظك ويحفظك. الله يخليك. تسلم. نشوفك ان شاء الله. ان شاء الله تعود هالزياره اليابان ان شاء الله. وايد فنانه. اي لازم تجينا عاد ان شاء الله. عيوني البلاد وايد زينه. كم مالي اي ثلاث ايام بيومين؟ ابدا اي والله مال على الاقل اسبوعين. اسبوعين يلا تكفي بعد. اي والله وايد فنان. الله يحفظك. الله يخليك. تسلم عزيزي ودرب السلام ان شاء الله. الله خير. الله يحفظك. تسلم شيخنا. الاولى الوالد. لا اول بادي انت منو؟ ثبت اول بادي انت منو؟ عبد الله سالم من رغد الشام. والله والنعم. تعال انت. عمر الحماد. لا خلينا منك. وانت ابوي؟ محمد سليمان ريامي. انت ما ظهرت ما شاء الله عليك يا الريامي. الله يحفظك. وانت ابوي؟ منصور. منصوري. والله والنعم. والله والنعم. تعالوا يا بنار على ضربه. انت ما شاء الله ماخذ المكان كله هناك. تعال ابوي. لا خليك. تعال هنا. تعال. زين. نحن شيو كامو. الله يتهمه وايد زينه. كم ما جازتني انا لاني انا جاي ابى احياء بنات نوادم. يا طب طحت عليك. يلا يلا قطو فر من المصير. رقم واحد. جعل الله يبارك فيك ويسعدكم. كم منكم انتوا؟ الحين تو يزاد يعني. ما شاء الله عليك. سنتين حد سنه وحد سنتين. ما شاء الله عليك. الله يحفظكم. يبارك لكم ان شاء الله. ابو عبد الله شو رايك في ايتنا؟ والله صراحه يعني وايد وايد حلوه وما شاء الله. الله وفقنا. الله وفقنا ويتنا ما شاء الله لطوكيو ما كانت متوقعه ابدا. اي والله ابدا ان احنا نجي السفاره بعد حفل سفاره حفل حفل يعني ما شاء الله شيء. اي ولا اروع. اي تبارك الرحمن. ما شيء يسوي ابوي الامارات ما يغني فنان. لا ابدا. كل شيء يسوي الامارات. الامارات تفوق بالاستقبال في 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 الكرم حسن الضيافه كل شيء الامارات متميزه فيه. كل شيء متميزه فيه. على الله يحفظها ويحفظ ان شاء الله شيوخنا. الله يدوم يحفظها ان شاء الله من دار يا رب. ما شاء الله عليك. حالك ابوي؟ هلا هلا. كيف انت؟ هلا. خير؟ شو رايك بالاوضاع؟ والله المبروك انت. لا ايش قاعد معك؟ الله يسلمك يا ابو. ما ادري هل الزي هل ان هذا الزي مال مال بيضه كم بخاطري اسالها يا ربي بيسالني الفضول. I took picture for you when you were there. I like your dress. Oh, thank but, you very okay, much. But I thought it's traditional from another country. But you work in UAE. Yes, yes. That's why you are wearing something like that. It's very nice color and very good look. Thank you very much. هات سي صدياي صدياي. انا 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 زين. الحين انت من ابوي؟ انا محمد. محمد والباجي قلتني محمد عبد الله. هي من هالوين ابوي؟ انا الشارجه طبعا. والله والنعم يا اخي. الشارجه ما شاء الله عليك. منور. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. وانا احمد الحمادي. والله والنعم. والنعم بني حمادي. الله يحفظك تبارك فيك. صبر صبر. وين سايب؟ لا 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 اصبر اصبر عاد. خلينا ما عليك السفير الحين موجود. اقول لك الحين انت جاي سياحه؟ جاي سياحه نعم. ما شاء الله. كم من يوم؟ والله الحين كم من اسبوعين. الله يسلمك. اسبوع جازت لكم الاولاد؟ حلوه حلوه. يا ابوك نحن جينا يومين. والله يا ابوك ان شاء الله انه يجي ثاني ان شاء الله. الله يحفظك. حالك معلم؟ يا هلا حبيبي. شو اخباركم؟ وانت بخير وانت بخير. الله يسلمك. مبسوطين؟ مبسوطين اكيد. عاده السفاره كل اغراضها انتم تسوونها؟ ايوه حبيبي. ما شاء الله اكيد لان شغلكم ما شاء الله مميز وسماكم ما شاء الله ولا اروع. على هالاساس تختاركم الامارات. الامارات ابوي
ما تختار للناس المميزين، لان انتم ناس مميزين وفي اكلكم وشربكم ومعاملتكم مع الناس بعد مميزه. يعني الله يبارك فيكم يحفظكم ان شاء الله. رايكم في معامله اليابان؟ احلى معامله في العالم. سبحان الله، يعني مش انا بس اللي من متفاجئ. جربوا ما بتندموا. هي والله سبحان الله. هي والله ويوصلوا لك معلومه بطريقه دقيقه يعني بدون مقابله. ممنوع عندهم حتى البخشيش ممنوع. ما يبون من كل الشكر وانت خلص. هي والله هي والله سبحانك يا ناس وايد طيب. انت ولا واحد دقلق هرن هو تولهنا حتى على الهرنات. انا رحت تولهت على الهرن. نظافه بعد نظافه. اي والله سبحانك يا رب. ما زين لسفيرنا على الله يحفظه. قمه قمه في ابتسامته تسوى بلاد. ابتسامته على الله يحفظه. اليوم مرحبا بهالعمان. بخير صحة وسلامة. من وين ابوي بلادك في عمان؟ من بهلة. والله والنعم. جيت انا نزوة وبهلة. اوه هناك تليت الدنيا كلها. ذاك الصوب برا هناك. تتنوف جيت. وتنوف نعم. يا سلام. والله يحييك. يحفظك ان شاء الله انبسطت. تهني في السفارة العمانية؟ لا والله انا طالب ماجستير. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. ما شاء الله. تامينها 8 سنوات بعد. ما شاء الله على الله يحفظك يبارك فيك ويعطيك البركة. يبلغ هلك فيك ان شاء الله. جميعا. عمانيين ايران اهل سكان دم ولحم ومتواصلين. الله يحييك. نحن انتم اقرب لنا من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى. بلاد شعب واحد. سكان من اليوم من سوات الدنيا. الله يحفظكم ويحفظ ان شاء الله بلادكم حكومه وشعبا. الله يحفظكم. ولا يخلينا منكم ولا من هاليره الطيبه. الله يحفظكم. تحياتي لك وللشعب العماني ولهالبهله بالذات. مشكور ما قصرت. عزورنا معكم غناه. جينا بهله ان شاء الله. عيوني فيكم عيوني فيكم. كلن يربع ابوي يصور ويا السفير على الله يحفظه ما شاء الله عليه. كلن ابوي سفير مشكور. لا خليت منك. الله يطول عمرك على حسن الضيافه. كل سنه وكل حول والامارات والدول الاسلاميه بخير وسهاله وان شاء الله على الله يحفظكم ويطول علينا. كل سنه وكل حول وانتم بأتم صحة وعافية. الله يطول علينا وعليكم على الدولة والشعب وعلى القيادة. الله يحفظهم. آمين آمين. سعداء وتشرفنا فيكم. الله يطول. والله يعطيكم إن شاء الله الصحة والعافية. الله يطول. لما يفرح البلد إن شاء الله وشعبها. آمين. الله يحفظكم ويقويكم إن شاء الله. شكرا لك الله. مع السلامة سعد السفير. مشكورين مشكورين طال عمرك. كبار كبار ولا هم كبار كبار ولا هم. الله يدوم عزك يا بلادي ويحفظك من دار. يلا شباب كبرك. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يعافيك. كيف حالك؟ بنعمة الله. من الريان؟ محمد المسافر. والله والنعم والنعم. شحاك بتصير؟ بنعمة الله. تدرس؟ ادرس نعم انا. ابركك من ساعة هذا الزين. الله يحييك. الله يوفقكم ان شاء الله. ورا طوكيو بوجودك. الساعة المباركة يوم شفناك. شوفك شوفك يا هذا الحفل الوطني اليوم لدولة الامارات العربية المتحدة. الحمد لله الحمد لله. وصول الحضور مثل الشخصية اللي ما خلصنا السوشيال ميديا المشهورة. انبسطنا وعينا من الله خير وادينا الواجب وشو بقولكم لقطنا والله سعة الصدر والخاطر الشرح والبشاشة والترحيب ومسوين هاك الأكل الطيب ويعني تبارك الرحمن كل شغلهم زين وطريقة الترتيب والاستقبال من أروع ما يكون. منبوها الإمارات النمونة
متفوقه في كل شيء، في كل شيء هي الاول، ان كان في داخل الدوله او في خارجها. اللهم احفظها من بلد ودم عليها نعمه الامن والامان يا رب العالمين، احفظ حكامها وشعبها وطلابها وناسها وكل من خارج الدوله داخل الدوله، وبالاخص المرابطين على الحدود واللي حافظون بلادنا في كل وجهه. يا رب تحفظ كل الجنود اللي يدافعون عن، ترحم ان شاء الله امواتنا واموات المسلمين، وتحفظ ان شاء الله عيالنا وعيال المسلمين اجمعين، وترحم الشهداء وتصبر هاليتهم يا رب العالمين، تصبر حريمهم وعيالهم على فراقهم. جاء خاص الكل منكم والجميع تترحمون على روح الشهداء صبح ومساء على كل فرض، ان رمتوا زين وما رمتوا على كل فرض وقت ما طرع عليكم، لكن حطوا هذا الشيء في على بالكم دام ما انتوا حيين دب الحياه، انكم تدعون للشهداء. وايد ضروري تدعون للشهداء، لا ترى ابويها ماتوا وهم يدون واجب، استشهدوا وهم يدون واجب الدفاع عن البلد والحفاظ عليها وعلى امنها ومقدراتها، وعليكم انتم بالذات، انتم يا الشعب من حافظكم غير الجيش؟ انتم بلي الجيش ما تسوون شف طعام. هي نعم بلاد بلي الجيش والله ما تسوى شف طعام، شو خانت بلاد ما حد يدود عنها؟ يعني الله يطرح البركه ان شاء الله فيهم، الكبار والصغار، الرتب الكبير والصغير كلهم، اما ما حط على الرتب، لكن الله يحفظهم ان شاء الله الجنود والضباط. اقول لكم ثانك يو. لا مشاي اقول لكم يعلك الحصر من الصبح ما قلت بسيل الحمام، الحين يوم حدت حلها طعنه وقالت حلوا يوزوني الريل. ها يديكم اتصلوا بي جماعه توهم من دبي، قالوا لي اما صرت ابوي الفيش ماركت سوق السمك مالهم عباره ابوي ما كنك جيت هالبلاد، والاخير قالوا لازم انك تسيل الفيش ماركت. سالنا قالوا ابوي، انا سائل الصبح قالوا ابوي سوق التونه لمناداه التونه اللي هو اهم شيء في طوكيو في السوق مالهم من الساعه 4 لين 5 ونص ينادون على التونه، ثنيار سمك التونه اليدر هالكبار من جميع انحاء العالم وينادون عليه، يوصل سعره الى 10,000 و50 و30,000 دولار لسمك الوحده. فما الله كتب لنا نصيب نسير حق المناداه. وحين ان شاء الله سالي قالوا لا، قلت لهم ما هو حالي، قالوا لازم تسير السوق وايد ضروري، معلم من اهم المعالم اللي في شنتيا طوكيو. قلنا لهم حاضرين، وحين سالي لهم هذا الجماعه يبون جماعه فقاره، لا يبون يسيرون وين السهج ولا يبون يسيرون وين السمك. قال ابوي نحن جايين نسير كوفيات ونبي نتمشى مولات. قلت ابوي انا بسيل كبره، بسيرون وياي الكبره مرحبا وسهلا، ما بسيرون الله يحفظكم. قالوا لا والله بسير الكبره. والله نعم احنا هب العود، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي اقول لك متوازي، هذا هو يطرونه، يقولون متوازي هذا هو، ما شاء الله تبارك الرحمن. ونفس الشيء بعد يقولون صدري يدفع بمحمل، هذا هو اللي يطرونه، يقول صدري يدفع بمحمل. طلع النبي طلع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، يقولون ما يقولون صلع النبي، يقولون ما شاء الله تبارك الرحمن. العالم ها كلها تمشي، هذا الطريق مكان التدخين، شوفوا هذا وين وظل هذه، ها مكان التدخين اللي بيدوخ يصير هناك. كل هالبلاد اليابان كلها محظور فيها التدخين، وغرامة ما أدري كم ألف للي يزخونه يدوخ في الشارع. ها فلذلك مسوين مناطق خاصة للدويخة، ها حاطينهم ها يأجوج ومأجوج مع علي روسهم. وصلنا لهم بوي كالقبقوب، هي ترى محيط على هالاساس كل اشياءهم كبير، ما تيكم اشياء عاديه الا هم احجامهم صغيره، يغير ابو احتويات محيطهم.
وهذا بكل محار كل محار ردود وحلزون بانواع واشكالها كل حي. وهذا ها هاي الساعه تقول لك اياها تختار اللي تبغى بحط لك الفلوس معي. أما عاد عن المطاعم فتحدث بدون خجل كلها بوي مطاعم سمعت وين ما تصد وين ما تطالع. الإمارات من الإمارات أنا قلت لهم أنت من اليمن قلت لهم مغربي وعرفت أنك صح. نزيد وين في المغرب أنت بوي؟ جنوب. والنعم فيك. زين طال عمرك وين المكان السمك؟ نحن حطفنا الممرات هذه المكان الرئيسي مال سوق السمك وين؟ يعني فيش ماركت. هي هي مسدود الحين خلاص. من وحدة تسكر. ايوه ما لنا نصيب. حوالي على ثلاث يسكرون خلاص. اللي برا اللي في الممرات وين الحين نحن نتمشى ها يا القبابة شوف الراس ايه فاقول كم الساعة ثلاث يسكرون الساعة ثلاث داخل السوق الرئيسي الساعة وحدة يسكرون لكن أنسب وقت من أربع لين الساعة خمس ونص هذا أخير وقت وقت تنزيل سمك التونة والمنادى. شوف هالممرات كلها مفروض تكون فيها حياة كان احنا ويانا عقب ما صارت الحياة كبر ابوي من اولها لين اخرها هالباركنات الليل ها وانت سار لين البناية هاي جديدة داخل ما ادري كم 300-400 كيلو داخل 400 متر عرضها ومدخلها الرئيسي من الطرف هذاك نحن يانا بعد من الخلفي ما الله كاتب لنا نصيب. الله عليكم الحبوب عندهم فاصوليا مليون لون ولون ها ما بالله عندنا نحن عندنا بيضاء وحمراء ها طال انت الالوان اللي عندهم ها مليون نوع نوع ها اشكال وانواع من كل ما تسفيه النفس. هذا ما زينه وهذا خالطة لون قرمزي هذا قرمزي فاتح هذا قرمزي غامض وأحجام شو بقولكم هذا قرمزي ريج. Thank you. الحين أبوي نحب نتعوض من اليمن القيدة شو بنسوي بنتغدى برغم إني ما بيعان أبدا ما بيعان لكن شو بسوي قلت لا حيلة لأن عسب إني ما أتغمض لهالدرجة متغمض إني يعني تأخرت كم ضاع الوقت على الفاضي يعني الحمد لله استغليناه شيء فيه خير شيء طيب ان حضرنا الاحتفال السفارة وهذا يبوك ابدع عن كل شيء. وسوق ابوي طوكيو موجود من مئات السنين ما بشيء جديد ونحن تونا بنعرفه يا غير ما الله كتب لنا نصيب نحن ييتنا اصلا مخالف حد يجي اليابان يجي ثلاثة ايام والله قالوا لي الوكالة قالوا لي برايك وكالة المسعود ما قصروا بارك الله فيهم وكانت الناس نيسان في ابو ظبي قالوا لي برايك كان بثلاث يومين ولا ثلاثة ولا عشرة ما عندنا خلاف مشلول عنك مشلول ابوي ملف كان ودي هلو هاو ار يو ما ادري بشو قال زين فلذلك ابوي ما بشي يقول ان هذا سوق سمك من يقول ان هذا بعد ما بسوق سمك اللي داخل هالمرافق ما سوق السمك شوف النظافة السلام عليكم محمد أجر وعافية ألف لا باس عليك الحمد لله دوم إن شاء الله بخير يا أبو جاسم
النظافة عندهم محمد شيء غريب، ها شيء غريب نظافة مكانهم. سبحانك يا رب، شيء وايد جميل. الحين جينا المطعم هذا، هذا المطعم الحين جينا، بدأ ما يضيع علينا الوقت، شو رايك تنعتل؟ شو نطلب؟ لا أول بعد السمك. هذه أحسن سمكة في اليابان بعد التونة. شو يسمونها؟ يسمونها الجندرا. أها. وهاي الثانية اسمها الميديوم فاتي تونة. هذه. هي هاي الفات ما تونة. هي هي. ممتازة جدا، كأنك مو ماكل شيء. لا إله إلا الله. أي والله. هاي أخير شيء. أخير شيء، أخير شيئين. زين. يعني شو تنصحنا بالمطعم هذا؟ بس مشكلة ان البهارات اللي يستخدمونها ما ظني تعيبكم. لا لا براي، لا لا جايين حق اكلهم روحهم يعني. نحن ما عندنا حق البهارات نفسها، ما لنا لحجين عليه في بلادنا. نحن جايين حق نجرب اكلهم. وانا اللي وهذا يكون معاه، شوف يكون معاه زنجبيل. هذا الزنجبيل مالهم. زين ايش علي؟ زنجبيل عاد ولا نخي؟ تاكل قطعه وقرمه. وقرمه. قطعه ولا قرمه؟ شنه فلفل اسود. زين يلا ايش علي؟ فلفل اخضر قصدي. يلا ايش علي؟ يلا اصقر اقول نحن نكمل نفر. أهم شيء أقولك عندهم يوم بتيهم يبولك هذا جرين تي، شاي جرين تي، هذا شاي للشاي الأخضر مالهم، مالهم روحهم، مالهم مال بلادهم، مال بلادهم روحه يعني، مش الشاي الأخضر اللي متعارف عليها. شو لون المحلول؟ أخضر لون روحه، المروق ماله يخلي خضر طعمه. بعدني ما طعمت، لكن هذا من الواجب باقي أي مطعم سي فود مال شو اسمه هذا مال البلاد. هي هذا الاصلي مالهم، فلذلك يبون مع شو اسمه المطعم، المطعم مال السوشي لازم يبون لك هذا. تبى ما في له اصب زور، كلنا ابوي شوف نحن كم النفر كلنا اخذنا من هذا. لكن ها خالف تعرف، لا بد ولا عذر، هذا خالف تعرف. بارك الله يا ابو عبد الله حبيبي، خاطري اصدق والله كاتبون صدق يعني، اتصال تليفون وقالوا ان شاء الله قريب بنسير بك جدا سوق طوكيو، بنيبك يجي مخصوص لجل خاطرك يا ابو محمد. مشكورين ابوي والدعوه قبلناها، وان شاء الله بي وياكم قريب، هذا بشيركم للقريب يجي طوكيو ان شاء الله مخصوص حق المنادى مال التونه ان شاء الله. الله يحفظكم مالكم، هاي الدرسنج مالها صلاة أكثر. يوم اللحد. سب. يا ركال. المطعم اللي نحن فيه هذا ما بمطعم عادي من هالكلاس الراقيات، لا مطعم المطاعم الياباني البلدي يعني. لكن احسن مطعم موجود عندهم ما باللي في الشبره، اللي في الشبره يختلفون، يختلف اللي في الشبره داخل عشرات المطاعم او اميات، لكن هذا من اجود المطاعم اللي موجود في نفس المنطقه اللي في منطقه شبره السمك من خاري الممرات والازقه. يا رك الله يا محمد، يا رك الله، يعلى الله يخليك يا ابو عبد الله ولا يخلينا منك، انا استمتعت بالسفر وياك، يعلى الله يبارك فيك. كل حد يقول تشابه الملك فاروق، كل حد خاصة يوم تلبس الكشم السود، يوم تلبس الكشم السوداء، نظارة السوداء هي هذه. أشيل بس بضع عليه. هذه حسية. يلا عاد بسرعة يا رب يخلص الفيديو. سبحانك يا رب الملك طال عمرك. هذا الله يحفظكم مال أخطبوط، لكن فراي عاده شباب يبون، قالوا يبون كل فراي، تسوي شاركتكم عاده انا في الفراي، لكن لد ليه في الدنيا كلها فيه، لكن يقمد الدهن عاده. هاي السمكه الله يسلمكم يسمونها سمكه القندره، هاي كلها فات، الفات مالها مخلينها ما تروح حتى تقبضها يعني، وايد فات فيها ولازم بتاكلها. ها هذا الزنجبيل مالها سوشيهم. هذا ابوي دحين في عقر دار السوشي، وهذا عاد النوع النادر، وهذا ما شنو مليون قصه وحكايه له، لكن عاد نحن قلناها تجيبوا لنا اخير ما يكون. وهذا ها بعد من غير شو بقول لكم، اي ها شو هذا عاد قبقوب بعد من غير، ايوه
شيء فنان لا صار ولا استوى. يا حافظ عليها من ذا. وهذا طبعا لازم هوق هذه ها تحط بويه زنجبيل هذا مبشور قطيعه هنتين ها وخيبه من طلها ها. مرة واحدة وينك جلب على الكاميرا جلب كما تقع على هالحالة ما يخطص في اللي ناكله في أي مكان في الدنيا هذا باب حين مش موجود بس أنا يا سلوش عشبكم انتو عشب تشوفوه طريقة رقم واحد إذا في شيء يخي عن رقم واحد فهو هذا هذا شو التونة العادية زين وهذه وهذه هي الجزء من المكان من نفس السمكة من نفس السمكة إيه زين هاي الفات ما تونة الفات بس هاش حمدته حمدته شوف أنت زاد الحبيب مقيل يا الله يا الله محمد هيا أبو محمد مرحبا مرحبا يا رب يا الله يسلم ما شاء الله يا الله يحفظك مخوف ذهب يا ابو محمد خاطري يصدق يا الغالي والله الله بعد والله والله يا ربي اوكي هذا الشيء اللي اخبرنا يلا اوكي ثانك يو مدام ثانك يو هب العود هذا ثاني كوب هذا ما كان شيء هذا هذا ابوي ما يعيب هالنمونه لازم ابوي لحم مشواي ورياي مشواي ولازم شيء ما ادري شو يعيب الصواط والسقم ايش بنسوي بعد اضرب ولا هالنعم ها نعم كم بريدوا علينا من الاكل الله يحفظك كل قلنا يا حبيب النبي لايم انت لايم ابويا نحن الزلمات هي تحت الشجرات هي اكل الزتنات هي رئيسنا عرفات هي كتل السادات لا يقول بطننا تعورنا لا انا بطني عورني بس والحين انت تنظلنا نحن وانت اللي بطنك يعور الواحد حاجة يمكن برد امس والله يا قاضي يا ركال والله اسمع العشاء اللي تعشينا بعد نفس الشيء يا ما شاء الله عليك وهذا اخر طلب فيهن كلهن خلاص عاد هاي على الله يحفظكم يسمونه اسكلوب الاسكلوب هاي شرات الشحمة هالمتن داخل محارة في نص البحر ما تظهر له في المحيطات واكبر حجم يوجد في العالم في استراليا شتكلناه في استراليا لا لا فريش هذاك استراليا الله بستك عجيب يا رب البيت والحرام طلعك ما بتاكل من هذا كله زيختي صدق عاد غير كل واحد من هذه يلا واحد يلا لا هاي لازم باليد اصلا يلا شيء علي بنقول يذوب في الحج ما باللي تعرفه انت ما باللي تعرفه هذا شيء غير ابوي غير ساير بلادهم لازم ابوي من شرب من ماهم ما سلم من حمد هذا ابوي دواك وعلى الله شفاك من الحين وساير كل يوم ما تعشى لسوجي خلاص تم والله صدق والله ما تشوف انت صحتك مش قايد اخيرا ما يكون ترى والله وصف من سنين الناس تقوله من سلم من ماهم ما سلم من حماهم فبتضرع عليه لأن الشيء جيد الواحد يضرع على الشيء الفنان وهي نعمة نعم الله سبحانه وتعالى اللهم دمها نعمة وحفظها من الزوال شيء عيبة في شيء روحه عق انت الله كافينا شرك كم ما ياكلك هذا اليوم أبوي هذا أبوي مصب ما يبى حينه لا يفوتك أبوي ولايتي ايه جرين تي يعلم داخل العافية أبو عبد الله تجربة ناجحة إن شاء الله إن شاء الله ألف لا باس عليك خلاص خذنا درس ممكن محمد يعلم في العافية أنا ما بقول لك إلا عن الشيء الزين حبيبي أعطي طعمها لا لا بايز عليك ربتي خلاك عيونك والله ما تقول يلوع الكبد هاي الكرشة مالته ما تنك كل هاي يا الله هاي الكرشة مالته قربتها حصة وصبصوب داخل ما ادري شو هذي الملك فاروق ها؟ هاي الملك فاروق جابك الكرشة مالته كلته يا
ليه وين كنا الله يومك توني هدمت يوم كانت يا ربي اقول بشو شيء مثل التراب يعني داخل هاي الحواي صلى ما تنكل تو قبل شوية يعني مسج يقول لي كيف بسير مصر من عقب اليابان انا ما في شيء فتش راسي بعد اليابان غير مصر غير القاهرة سبحان الله وهذا وانت جالس اسير امريكا اسير كل مكان ما في شيء يفتش راسي غير القاهرة بعد اليابان سبحان الله يا اخي مصر فيها شيء يجذبك فيها شيء حياة فيها الناس حياة. طيبة اللي هناك تحبهم بهرنات ثم بزعيجهم اي والله هذا جوها الله يحفظها من دار ان شاء الله من الدنيا ام الدنيا منو ام الدنيا متى يا رك الله هب الغليظ يو اي اي ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو اللحم الباحي الله يحفظكم هذا جوجو ان هذا له اسم شيء طريقه المهمه شوي اللفظ يطلع شوي والله هنا في الرمس زين عشان نحن مجموعة كبيرة تقريبا بمال الإمارات حوالي 2700 درهم وكان وايد زين ما نفر شيء اليوم بعد نفس الشيء لكن اليوم وايد رخيص لأن شعبي وايد شعبي لأن شعبي المكان 600 درهم نحن اللي طلبناه يسد 20 أو 30 آدمي من أكلهم هم يابانيين من اليابانيين لكن نحن ما شاء الله حرم نقع ناقع طوفان مكان الأكل غير اللي شلوه انزين جميع الوعيان شلوا كله ذهب 600 درهم من اخير ما تاكل في تيتيا اليابان فريش وطازه وشيء فنان يعني وهذا الشيف اللي وراك هو اللي صورته برا هو راعي المطعم هذا هذا العود المكين ما وين منهم هذا الابيض هذا شوف انت هذا الطباخ ولا ابنه هذا صاحب المطعم هذا يشتري الاسماك من داخل من الشبره روحها شفتوها وهذا هو نفسه هذا وين عارف في سوق التونه هذا السوق اللي نحن اللي انا ما رمت الحق عليه اليوم هذا اللي كان في خاطري اي من كذا سنه والله كتب لي نصيب في الوحده قبل البنادم مرتين ثلاث وهذا عاد هو راعي المطعم حسب شيء جوده الاكل my friend, thank you very much. Thank you. Your food was very good. Inshallah, we'll see you next time. Thank you. Madam, thank you. أقول لكم إن شاء الله سيوقين قالوا لنا حديثهم حافظ عليهم أقول لكم هذا مسوي حق عمرة مثال شوفوا وهذا هو هذا هو المطعم ها يو اي اي ثانك يو باي باي المطاعم وايدات كم اكثر لك اللي اخير واحد فيه نشوف كلهن خاري ها صليج وما ادري شو كله زي فطوم لكن هو الزين هذاكي اللي كلن يصيح من هذا ها والتمثال شو هاكي هذا هو بالتمثال اخير واحد فيهن اكلهم لذيذ وفنان شعبي وراء رقم واحد اللي داخل شبر انا ما يتن كلين يصيحون منهن لكن اتوقع يمكن كمنطقة شعبية دور مدار الشبرة هذا احسن شيء ودي اني اجلس اكثر عن هالمدة واني اسير القصور والمتاحف والمناطق السياحية لكن ابوي ما وحالنا البارح جايين واليوم بنسافر العذر والسموحة عاد من المتابعين كلهم وان شاء الله اني بقوم بزيارة جاية وبتحصلون اللي يسركم ان شاء الله للي ما تديه يعني يلا من هالمس خلاف والله بلاد ما تتودى عشان تبغى نصدق النظافة والقانون والترتيب والعمران والرقي وحسن الخلق حسن الخلق روحه كم يسوى ما شيء نفوس خايسة هذا شو بعد ها فريق سياك نروح لبيتهم على الله يسلمكم في الطريق ونحن خاطفين شيء محل مال جرين تي بس جرين تي عندهم جميع الانواع
لك 600 نمونة، ومن أهم الأنواع اللي عندهم شيء شوكولات وشيء ما أدري شو ما أدري شو ما أدري شو وايد أشياء، وشيء عندهم الجرين تي باودر كذا نوع ومليون نمونة، لكن أخيرهن هذا، أخيرهن هذا جرين تي باودر، وقالت لنا بتسوي لنا إياه تجربة هالطريقة. هاو هذا طريقته عشرات الحنة، شو هاي طريقته؟ اي سجل من هالماء درجة الحرارة 80 اوكي تراسي دار ما بالاخذوا غلو سد كل اسبوع يا ابو مازينها نضل علينا احنا كيف تسوي لي دوارك سوي واسه كان ريتو هذا اخبركم هذا الحين ماشي طعمه لذيذ ما جميل لكن ما في طعم يعني شيء يجزز ولا مبغاوي يعني سلس تروح تشرب حتى 10 كواس منه شرات ال ما له شيء به يعني شرات ال شيء خضر ومعيون بس شكرا شكرا وين محمد محمد نوين مشكور يا محمد مشكور يا ابوي رياض الويه ما قصر على الله يبيض وجهك ويحفظك ويطول بعمرك مشكور على كل اللي سويته لنا ما سويت شيء اكثر عن شيء ما سويت شيء يودناك عند راسك وعن شغلك وامورك كلها ما قصر يا الله يحفظه ويانا يعني الحين باجينا 40 دقيقة في هالبلاد وبنسير والله يعودنا عليها إن شاء الله سالمين غانمين البلاد وايد حنانة وتلزم من يعنيها مرة مرتين وثلاث شوها؟ قلناها وين أحسن مكان في هالمول الكبير يخبرونك وين تصير بيت القطة وين أحسن مكان للتشيز كيك عندهم فهي اللي تخبر Which one? This one or this one? They are cheese dog. Bacon. 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 For how many person? Enough? Two, three person. This is four, six. Yeah, we had a four one. Okay. بس خلت حط لنا نحن شهور. من اليوم لين عشر شهور ما بروم أوصف لكم اللي عين ياس تشوفه. ولا أي بلد في الدنيا العودة عندهم حلويات بهالجودة وبهالطريقة وطريقة الترتيب وترتيبهم للبيع وأسلوبهم كل شيء. هذا قسم خاص كل حبول بس حبول حبول بنواع شكرا الله عليكم أشكال وأنواع من كل نمونة هذا على السمشان هذا سطرات السلم من كل شيء وهذا ها الكسيف والمدفى والمدخن شو بقول هذا عندنا احنا في مول عدالنا وهذا بعد دوش بعد شيء من قير ها شوفوا بالله عليكم هذا ربيان سمك صغار ما اعرف لا لا سمكه لا لا ربيان ربيان بالصغار سمك سمكه
ايش نوع من انواع سمسه الصغار؟ ها هذا الربيان الصغار. يا ربي اكبر النمله. ها يا رك الله. مصدق ما يحتاج لا تحل. ثانك يو ما يحتاج تحل. هذا نوع من انواع الحبول. ها ما ادري بحبول ولا شوف السعر اللي تحت الطم الواحد كم بلا عليه؟ هذا 1000 درهم. 1000؟ نعم. هاي علني 1000 لما اخذه من ابوه 1000 حبل واحد. ونحن نقول انه غالي هناك في الامارات عندنا كله طازه. انا تمام. هاي رسيد هذا رسيد. يا رك الله. Thank you. هاي شرات الحلوى يو. فيها شبه شويون من الحلوى يو. هو ترى ما بكاكا هاي النكل شرات التفاح مصدر الرئيسي تركيا أول ما أكلته في التسعينات. أدريب حبيبي مش كاكا. مش كاكا بدها مكانها لا يزخوني ها مش كاكا كاكا هاي اللين اللي يبونها من لبنان هادي. ولا هذه هاي النكل شرات ما تاكل التفاح ايش قايل النمو نوع من لا هذا نوع ثاني هذا شيء ثاني وطعمه لذيذ شكر ريج هاي من داخل ايه وهاي من داخل يقول لك شفت شرات ما تاكل التفاح شكر شكر ريج هذا في قسم العلوم اللي محطوط قسم البطاطا شو عاد ما يندراب لكن ها من داخل لكن في فريج العلوم اللي في نفس القبيلة لكن أكيد من نفس الفصيلة لكن ما عاد بسهوه هاي بسهوه شيء أيوة شو ها بتقليه بالزيت والله تجليه حينا أي أيوة والله ها هاي مية الأنواع كله فطر مشروع مليون نوع ونوع شيء بيذامي شيء تندالي بس نوع ونوع ها اقوم النخي وزق السبال والبيذام كل شيء هذا عاد عصير برتقال وعصير كائن this is orange or what is this pineapple pineapple اول ما قلنا له خذ هذا عصير كاكا قال لا انا ما اريده اريد اورنج قلنا له يجرب شيء ما تجي جربته ها جزاك الله خير هذا ابوي زير الكاكا هذاك ابوي وقف الحين بتسوي من يد جديد قطعوا الكاكا وحطوا ابوي داخلها على ما تشوفون ثانك يو حياتهم غريبة عجيبة سبحان الله يعني شيء ترتيب فيها غريب ونظافة وطريقة العرض الناس اللي فيه يبوك روحهم يتشاهدون شيفتهم غناء حافظ عليهم طيب الله عليك كل شيء مرتب مغنن مقرطس معدل يغريك طريقة الباكينج مالهم بتغليف تغريك انك تشتري اي والله سلموا على الرجال يلا مشكور يا محمد مشكور مشكور يلا الله يبيض وجهك ما تشكور وما قصرت كل زين وكل غاوي وكل فنان انا اديني بوستين يلا مع السلامة حبيبي الله يكرمك الله مشكور ما قصرت استر على موايه الله يحفظك في مال الله مع السلامة يا أهل بلاد الفنان. نزورك إن شاء الله في هذا الضبي. إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين. مع السلامة يا أخي ريت منك. استر على بواياه. ادفع الله الشر والبلاء عنك وعن من تحب. مشكور مشكور. ترياك ترياك. يلا نشوفكم يا الله في ماله حبيبي. مشكور الله يحفظك. حليل حليل. يا ربي الحين عاد يوم سوينا تشيك أوت وطلعنا الحين هذا وقت تبكير. يلا. أوكي. حاضرين 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 ان شاء الله يا غالي ان شاء الله اقول لكم بالنسبه للي يني مسجات
للإخوانهم وهاليتهم وصدقانهم أتلاقى وياهم في مثلا اليوم اللي تلاقيت وياهم الطلبة والشباب يعني في كل مكان بالأخص عاد اليوم يتم مسجات يقولون سيف المقاطع وطرش لنا إياهن. أبوي ما يتسيفن لازم يكون عندي هذا البرنامج اللي يسرق البرنامج اللي يسرق. أنا ما بمشترك فيه هذا اسمه بلس ولا ما أدري يسمونه هذا أنا مش عندي فلذلك تلقطوني ما أعرف شو قال يسوون هالموضوع. فأنا أنزل هالفيديوهات كلهن آخر الليل أسوي لهن داونلود وأنزل خلاص على اليوتيوب على القناة مالتي فينزل عقب أسبوعين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام على حسب هالخبير مال السناب أشوف اللي يتمطمط اليوم وباكر اليوم وباكر. الله كريم يلا مشكورين ما قصرتوا. أجلس المعلق مالهم شرات اللي في تركيا غير هذا غير This is بحر ولا سي؟ ريفر اور اسألوه تخبروه. This is سي؟ والله ولا يدري مشان اكثر مسوي له ترى مسحة غير. سي ها؟ سي ها بعد؟ لا ها سي. ابلج ريت. ما اعرف. يا سلام. والله العظيم انها بلاد عليها رضوان من الله. قول لي أشر على شيء يباني صعب قارب شوفوا تحت يا ربي يا حيدني هناك كم جسر تحتنا ها شوفوا هناك سبحانك يا رب اللهم لك الحمد بطي حبيبي وحامد لبيت في منى أقول لك وصلتني معلومة من بوياس ايه ابو ياس ونعم مديري هذا ها؟ مديري ومسؤولي والله يتنا معلومة ايه شو معلومة يقول صدق انك تدور الحرمة الجديدة ايه نعم صدق ايه موجودة ولا ندور لك اياها لا دور لي وهي حتى ترى تسمع ايه خلت تسمع ام حامد تدري ايه نعم تدري شهدي ام حامد ترى ابو يريدك يدور حرمة جديدة نعم زين ايش علي كانك انت انسان مقتدر الحمد لله وتروم الحمد لله الله ييسر لك ان شاء الله الثاني والثالثة يعني لك انت ايش رايك تاخذ هنتين ضربه هنتين بنات عم تم بنطالع لك هنتين بنات عم تم وما عندهن خلاف تم اكيد شهدوا يا من حضر ترى ريال موافق يشهدون كلهم وفيك عندك بيت كل شيء متوفر مره بنات عم تراهن مره تم يا جماعه اللي يحيد حرمه الستير لراعي الصلاه والدين وعندها وظيفه وتبى الستر وتبى ريل ترى هذا وها ما شاء الله هذا وها ما في الحبر ما في الماء الحاضر مدح هذوها وضاعة عارضة نفسها تبارك الرح على الطبيعة على ما قالوا المصريين على عينك يا تاجر اللي ممكن ابوي تبري هذا الري الموجود لكن ما بروحها لازم هي وبنت عمها ولا هي ولا هي بنت خالتها يكون العرس في يوم واحد شو رايك؟ تم بس توكل على الله مشكور يا ما ترى وحرمته وان ما عندها خلاف هي تسمع هذا الحين كان ما تتوهق ولا مديرك هاي بيوهجك ها؟ الله يسعدك ان شاء الله اليوم ودوم الله يحفظنا ان شاء الله خليك ان شاء الله الحين ردينا ان شاء الله الله يخليها الحماق العيل بحفظ محمد بعد شفت يا محمد شفت عاد ما يخصني انا ما يخصك انت روح حق الحين شوف الفيديو هذا زين بتشوف لونج وي توك كم خذنا ساعه شوف عند الموقف مال طيراننا مال طيران الامارات حاطين ابوي خاري مره عند البوابة الرئيسية من خاري وين توصل السيارة حاطين لك ابوي الاستيكر ان طيران الامارات في هالمكان ماشي لا تعب لا تقول بتتغربل ولا بتضيع ولا بتقول يا بام مطارهم عود ولا ترمينال 2 ابدا تلقطها حاطين لك اميرتس اللاين ثانك يو فيري ماتش ماي فريند كتشر هذا ربش اي ثينك سيري ثانك يو ماي براذر ثانك يو والحساب ابوي ترى يحاسبون بالكريدت كارد تكاسي يعني اللي ما عنده كاش يروم يحاسبوه بالكريدت كارد والسياره هاي العوده ها تشيل كم النفر تشيل سامانه كنت نحن يمكن حوالي 10 قطع عندنا لو اكثر لا والله اكثر تقريبا اربع حوالي 14 قطعه
ضمت سيارة والموتر هذا جديد لنك رقم واحد يابنا $220 ما برخيص لكن زين يعني كان مسافة بعيد فتشة ساعة ونص عبارة سفر أحسن شيء يسوون حاطين نشان طيران الإمارات خاري مرة خدمة المطار عندهم مع المطار ناريتا بالأخص مع طيران الإمارات من أرمع ما يكون وسلسين وما شيء سيد وايد عندهم هاك العالم كلها مسافرة ونحن يابونا وين الحزمان اللي هو مع البزنس والحمد لله من وصلنا عطونا الأبغريت اللي جاي من عندهم مشكورين طيران الإمارات كل الشكر لكم أنكم حولتونا من بزنس إلى فيرست سيد yes this is the immigration after that passport control yes there is a transparent yes elevator that's the entrance of Emirates lounge it's me now out okay this is fast track okay but inside there is shopping yes duty free yes زين duty free ترى اللي داخل شوية أرخص على اللي خارج لكن اللي برا سوق كامل طوله طول عرض عرضه غير اللي داخل سوق صغيروني يعني قليل البضايع اللي فيه واللي يبي يتسوق ويتفرج على الاسواق عندهم هني وايد زين السوق مالهم وكل حد يمدحه فلذاك نحن مخبريننا وقالينا لا تاخذون شيء من داخل خاري المعروض اكثر كل شيء موجود عندهم فوق واخذوا اللي تبون من برا لا تدخلون داخل لان من بعد الجوازات المعروض قليل واللي برا قبل الجوازات المعروض اكثر شكرا جزيلا thank you Emirates Airline thank you for all what you done for us thank you السلام عليكم very much thank you الله يحفظكم قولوا لبن زايد محمد على عهد رفجع علينا ما Hello, how are you? Good, ah, the same flight? Hello. Hi, how's Hi. It good? Hey, how are you doing? Hi. We are enjoying Tokyo. How was it? Very nice. Wallah. Ah, you didn't go to Tokyo? No. You lose your half life. How are you? We will come back. Hey, wallah, you have to come back. Hi. Tokyo, very good place. Good place? Wallah, you have to come. Nice. Hey. Yalla. Yeah, we will meet each other in the plane. Thank you. شوف أقول لك اسم الإمارات ما يدور في مكان ولا تحطه في دار لا تغدي عمال حافظ عليك حافظ عليك يا داري حافظ عليك يا داري شوف بس المكان سلام يا سلام يا سلام السلام عليكم يا رجل خف علينا شو ما شاء الله شو ما شاء الله شو ما شاء الله حيث ان ابوي صالة اكرام ها ما تشتهي نفسها وانت ساير تتحرك ابوي عبالتهم ابوي اللي في الدولة يتعبلوا منكم ابوي الطيران الامارات والاتحاد ان كان الامارات وان كان الاتحاد ترى هنا ابوي عيني في راس ويت ابوي في وين ما تصير امورك طيبة في كل مطارات العالم اللي لهم سيطرة عليهم اللي يعني اللي الدولة اللي شركة الطيران مال الإمارات ومال الاتحاد يرومون يسوون كنترول عليهم يعني يخصهم فلذلك تلقط أي شيء في طيران الإمارات ولا الاتحاد تلقطه ما شاء الله وهذه عادة صارت طيران الإمارات ما أعتقد في خدمة في حسن استقبال وفي طيران مريح وشيك ورقي وانتقاء مضيفين وانتقاء المضيفات خدمة وأدب وأخلاق وابتسامة ورقي تليق بدولة الإمارات وباسم طيران الإمارات ما شاء الله تبارك الرحمن الرقي والشياكة اللي في الكون كلها موجودة شو ما شاء الله Ladies and gentlemen, this is your captain. My name is Simon.